تغيرت حياتي وساءت علاقتي مع عائلتي بعد الفضيحة. في الواقع لم يخطأ الفيلسوف نيتشه حين قال: نحن مهووسون بالفضيحة حد الخلاعة. 26 مليون و900 ألف كانت نتيجة البحث عن كلمة فضيحة من خلال محرك البحث الأكثر استخداماً جوجل من شتى أنحاء العالم. الكثير من النساء وجدن أنفسهن وسط دوامة ما يسميها المجتمع بالفضيحة. ففي بداية المحادثات الافتراضية يبدأ تساقط الرسائل بأسلوب عاطفي جارف، لكن هذا الأمر لم يطل حتى يتحول الحبيب إلى وحش كاسر، والكلام الجميل إلى تهديد مبطن، واستمرار الجاني في إزعاج الضحية وإرساله للكلام البذيء وتهديدات تصل حتى لتركيبه لصور على فيديوهات جنسية للضحية. وهنا الضحية لم تكن تتوقع أن تعيش كابوسا بمجرد رسالة إلكترونية، تحولت إلى تركيب صورا ثم إلى ابتزازا وتهديدا بالفضيحة، وهو ما يجعلها تعيش في فترة من الضغط والألم النفسي. هيا نتعرف معا عن مفهوم الابتزاز الإلكتروني. الابتزاز الإلكتروني يتمثل في الحصول على صورا أو مقاطع فيديو أو تسجيلات صوتية أو محادثات لشخص ما يتم فيها المساس بالأمور أو القضايا الجنسية، واللي من خلالها يضغط الجاني على الضحية بالتهديد بالنشر أو التسريب على مواقع التواصل الاجتماعي في حال عدم قبول أوامره أو طلباته. نظراً لانتشار هذه الظاهرة في المجتمعات العربية وتأثيرها السلبي من كافة النواحي على الضحية، 89% من النساء تعرضن للعنف الرقمي عبر وسائل التواصل الاجتماعي بتونس حسب دراسة أجراها الكريدي. 76% من ضحايا الابتزاز الإلكتروني من النساء بلبنان سنة 2020. 30% نسبة ارتفاع جرائم الابتزاز الإلكتروني خلال سنوات الحرب بسوريا. تستهدف هذه الآفة النساء في الدول العربية، وفي أغلب الأحيان تكون نهايتها وخيمة. فالضحية تخضع للجاني وتتردد في تقديم شكوى خوفا من الفضيحة ونظرة المجتمع السلبية، وهو ما أدى ببعضهن للانتحار. واقعة هزت الشارع المصري بعد إقدام فتاة على إنهاء حياتها، وذلك لتعرضها للابتزاز بصور مفبركة من قبل أحد الشبان عبر مواقع التواصل. أسرة الضحية بسنت خالد شلبي كشفت أن الشاب أخذ صورها من حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي لابتزازها والدخول معها في علاقة، لكن عند رفضها له قام بنشر صور مفبركة لها. كما أقدمت الناشطة اليمنية سارة علوين على محاولة الانتحار بإطلاق النار على نفسها بعد تعرضها للابتزاز الإلكتروني، إلا أن حالتها تبدو مستقرة بعد نقلها للمستشفى. تتعدد الأضرار النفسية التي ممكن أن تصيب الضحية في فترة الابتزاز، كالاكتئاب والانفعال الشديد والوسواس القهري وعدم تقبل الآخر، وهو بدوره ما يساهم في ارتفاع نسب الانتحار في هذه الحالة. هيا نلقي نظرة على الأسباب المساهمة في ارتفاع هذه الظاهرة. أولاً، يمكن أن يكون من بين أهداف الجاني الحصول على المال من الضحية مقابل عدم فضحها، حصول المجرم الإلكتروني على خدمات جنسية مقابل مسح صور ومعلومات الضحية، حصول المجرم الإلكتروني على خدمات جنسية فعلية من خلال تأثيره بتهديدات متواصلة على الضحية وإجبارها على إقامة علاقة جنسية معه. بهذه الطرق يصل المبتز إلى تحقيق هدفه وإيقاع الضحية بشباك جريمته. أصدقائي، قبل التفكير في إرسال صوركم إلى الخطيب أو الحبيب، يجب أن تكون لديكم الإجابة عن هذه الأسئلة: هل ترغبون فعلا في إرسال تلك الصورة؟ هل تثقون في هذا الشخص؟ هل تريدون إعطاء هذا الشخص القوة للتحكم فيكم وابتزازكم مستقبلا؟ بعد الإجابة عن هذه الأسئلة، ساعدوا أنفسكم أولا على عدم إعطاء الثقة لأي شخص، فالصديق أو الحبيب يمكن أن يكون هو الجاني نفسه في المستقبل.